بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الكابتن مصعب الشاعر، حياكم الله في قناتي. اليوم عندنا مهارة وايد ممتازة والكل يحبها، هي القفز. بس شلون نتدرج في القفز؟ معي ما شاء الله الكابتن راشد معروف ما شاء الله عليه، راح يساعدني شاف المهارة، وأيضا راح نستخدم أدوات تساعدنا على القفز، مثل عندي العصا، أوكي، عندي استخدام العصا، وأيضا استخدام السباحة، وأيضا استخدام الحبل. إن شاء الله راح نتدرج مع بعض شوي شوي لين نطبق مهارة القفز بشكل صحيح. عندي ما شاء الله وايد متابعين، كابتن علمنا شلون نقفز بشكل صحيح، علمنا شلون نكسر حاجز الخوف أثناء القفز. فإن شاء الله بإذن الله تعالى في هالمقطع راح نفيدكم إن شاء الله في تعلم مهارة القفز. يلا كابتن نتوكل على الله. يلا في البداية يا شباب ما ننسى نحمي روحنا، الحماء وايد مفيد من 5 إلى 10 دقائق. كم مرة أذكركم؟ لأنه وايد مفيد ويقينا من الإصابات والشد العضلي. الحين أنا شخص أول مرة بقفز، إيش بسوي؟ أول شيء في البداية أتأكد من عمق المسبح، نلاحظ مع بعض، إحنا عمق مسبحنا 2400، أوكي؟ لا تقفز في مسبح أقل من 1.5 أو 2 متر، لأنه يسبب الإصابات. تأكد من الماي وانزل شوي شوي. نذكركم مع الكابتن راشد كيفية النزول بشكل صحيح، شلون ننزل؟ نلاحظ طريقة النزول بشكل صحيح. كابتن غوص الأرض، تأكد من العمق، تأكد من العمق الكابتن. اوكي العمق تقريبا 2400. زين في اشخاص يعني يخافون ينزلون لتحت، عندنا ادوات بعدين راح نستخدمها ونساعدكم ان شاء الله على كيفيه القفز. اوكي كابتن نطلع فوق. اوكي انا الحين اول مره بقفز، ايش بسوي؟ هاي الطريقه. لاحظنا الطريقه الاولى، الحين شوي نصعب المهارة أكثر في القفز. الحين شوي نطور المهارة أكثر في القفز مع وجود المدرب. أنا أنزل والكابتن يكون يساعدني، حط يده تحت وأنا حط يدي عليه، نلاحظ مع بعض. الحين ننتقل حق الادوات اللي تساعدنا على القفز. يلا حياكم معنا. الحين نلاحظ الكابتن مع وجود السباحتين، السباحتين اذا حطيناهم مع بعض ما تخليك تنزل وايد، فالنزول يكون شيء بسيط. بعدين نتدرج، اذا شفناه اتقن المهاره بشكل صحيح نقدر نشيل سباحه واحده. يلا كابتن 1 2 3 جو. هذه نوع من انواع القفز مع وجود السباحه. اوكي كابتن. الحين نلاحظ بنطور المهاره من الوقوف، من ساعة كان قاعد الحين من الوقوف، مع الوقوف بينزل أكثر في الماي شوي. جدم كابتن 1 2 3. شلون؟ نزل أكثر ويرجع بسرعة على فوق. ما ننسى النقاط المهمة أثناء القفز، ناخذ هواء قوي، وأثناء القفز نطلع الهواء تحت الماي شوي شوي. الحين بنشوف الكابتن بنط بسباحة واحدة، وطبعا سباحه واحده بتخليه ينزل اكثر في الماي. يلا تفضل كابتن 1 2 3. طبعا بنشوف انه تم اكثر في الماي وسحبت السباحه شوي شوي لما وصل فوق. الحين عندنا طريقه الحبل، نلاحظ المتدرب راح يمسك من هاي المنطقه والمدرب يمسك المنطقه الثانيه. تفضل كابتن روشن. اوكي ما اشد عليه وايد، اخليه ينزل وبعدين اسحبه شوي شوي. الحين عندنا في هاي الطريقه طريقه العصا، راح امسكها من هنا، المتدرب يمسكها من هنا، والمكان الثاني المدرب. عندنا نوعين في العصا، النوع الاول ان المدرب ينزلني ليه تحت، لان في بعض الطلاب عندي
كابتن نبي نطق الارض، هاي طريقه تساعد انه بسرعه تطق الارض ويستانس الطالب انه نزل الارض. فالحين احنا راح نطبق الطريقه ان شاء الله مع الكابتن راشد. يلا عندنا نفس طريقة العصا، بس شلون راح يكون القفز بدون العصا، ومن ثم المدرب يعطيني العصا، هاي يعطي ثقة حق المتدرب ويعطي جرأة أكثر. يلا نلاحظ مع بعض. الحين عندنا هاي الطريقة أيضا، المدرب يكون تحت الماي مع وجود السباحة، أنا الحين أقفز على السباحة ومن ثم المدرب يسحبني إلى بر الأمان. نلاحظ مع بعض. عندنا الحين هاي الطريقة نفس الشيء مع السباحة بس بدون وجود المدرب. نلاحظ المتدرب معانا كابتن، 1 2 3 جو، يقفز عليها ومن ثم يسبح لين نقطة معينة. اوكي ممتاز. الحين بعد ما طبقنا المهارات القفز بالتدرج، الحين راح نطبقها بشكل صحيح وبشكل كامل انا وكابتن راشد من على الحد. يلا كابتن. الحين لاحظنا طبقنا المهارة بشكل صحيح، بس ما ننسى النقاط المهمة يا شباب أثناء القفز الكامل. ناخذ نفس قوي، وأثناء القفز نطلع الهواء شوي شوي، بس في عندنا نوعين من القفز. أثناء لو وصلنا الأرض لازم نطق الأرض ونطلع على فوق، إذا ما لمسنا الأرض نطلع بضربات الرجلين. الحين عندنا القفز الأخيرة من فوق البورد. يلا كابتن حيوك فوق. نلاحظ الكابتن راشد يطبق المهارة بشكل صحيح. 1 2 3 جو. ممتاز كابتن. الحمد لله رب العالمين، انتهينا من مقطعنا اليوم، ان شاء الله الجميع استفاد التدرج في القفز. انا وايد نزلت لكم مقاطع عن القفز، بس كل مره اذكركم واضيف عليهم اشياء مهمه تساعد على القفز. استخدمنا ادوات مساعده، استخدمنا المدرب، استخدمنا مع وجود الحد. ان شاء الله الجميع استفاد باذن الله تعالى، وانتم بعد تحتاجون اي شيء كتبوا لي في الكومنتات. يعطيكم العافيه، ولا تنسون الاشتراك في القناه والضغط على زر اللايك. يلا مع السلامه.